Roland. It's Michaela. بدايتي مع هالة كانت بداية لطيفة. أنا كنت مفروض رايح رحلة غطس. أنا وصلت قبله المركب، فكنت واقفة في البلكونة في الدور اللي فوق. وصلت المركب لقيت حاجة كده أمرة يعني في المركب، فجي هو بالعربية ونزل من العربية وأنا واقفة فوق بتفرج عليه يعني، ونزل من العربية وقلت يعني ولد ده شكله لذيذ قوي وشكله حلو قوي. ابتديت بقى أحاول أعمل أي منظر. المشكلة الكبرى اللي كانت بتواجهني إنه المركب كلها أصحاب هالة. أول يوم في المركب ما كناش بنتكلم خالص خالص، وهو كان من بعيد لبعيد كده يعني بيبص ومش عارف إيه، وأنا من بعيد لبعيد ببص وبتاع. الحمد لله لقيت فرصة كده إني أدخل أتكلم معاها خمسة يعني. فقال لي إن هو معجب بيا. كان رد الفعل بتاعها يعني غريب شوية عليا يعني. اتوترت قوي وكسفت قوي وقلت له طيب يعني دي مفاجأة. ترى يعني مفاجأة كويسة مفاجأة وحشة؟ لا يعني هي مفاجأة لطيفة. من ساعتها أنا مشفتهاش على المركب تاني، أي حتة كنت بروحها هالة دي مش موجودة. مبسوطة يعني طبعا، هو كمان عاجبني بس مكسوفة قوي فكنت بهرب منه. خلصت الرحلة وبعد كده عرفت أوصل لرقم تليفون، فلقاء فابتسامة. نزلنا مرة في تانية في تالتة واتجوزنا بعدها بسنة بالظبط. يوم ما قال لي I like you على المركب احنا اتجوزنا بعدها بسنة بالظبط يومها. هالة من أطيب الأشخاص اللي ممكن تلاقيها في حياتك. رولان حنين قوي قوي، جدع قوي، ست جدعة لأبعد الحدود، روحه حلوة قوي وخفيف وعايز يبسطه مش نكذب، حنينة لأبعد الحدود، جميل يعني متجوزة لازم يبقى جميل. حلمي نبقى مبسوطين مع بعض ومرتاحين مع بعض، بيت لسه ما جبناهوش، نبقى بصحة كويسة وبس، هو ده اللي احنا نتمناه يعني، وبنبقى سعادة يعني. الاكسبيرينس كانت رهيبة. طبعا هالة كانت خايفة أول مرة تقف قدام كاميرا، أنا كنت طاير بيها. وبالعكس احنا بنقضي وقت لطيف قوي مع بعض يعني، كونفرسيشن مختلفة لذيذة خفيفة بتولد انبساط يعني، جو مختلف في البيت فلذيذة. في الأول حاسس إن احنا ما كناش فاهمين بعض قوي، كل حلقة كنا بنتحسن عن الحلقة اللي قبليها. ما كناش متوقعين إن احنا نوصل للفاينل، كل ما بنلعب ماتش الحماس بيزيد والتوتر بيزيد، واللي هو إيه ده وإحنا ممكن نوصل للفاينل، وبعدين بنفرمل نفسنا علشان نبقى كده إيه كونتيند يعني، الأحاسيس كلها كونتيند. وبعد المشقة اختاروا الشقة. مبروك شقة العمر من إميرسيا، ألف ألف مبروك. بأمانة والله والله يعني لغاية هذه اللحظة أنا مش مصدق إن إحنا بنقلب بجد. إحنا من أول يوم وإحنا ماشيين يعني كده، وكل يوم بفكرهم إحنا جايين نلعب وجايين ننبسط، جايين بروح إن إحنا عايزين نلعب ونهزر وننبسط، بس أنا في دماغي يعني أنا عايز أكسب، أنا بطبيعي ما بحبش أخسر. مستغربة قوي، أول مرة أكسب حاجة في حياتي أصلاً عامة، فمبسوطة جداً. مبسوطة قوي إن أنا بجد جيت وكانت إكسبيرينس حلوة. جريتفل يعني للتجربة، وجريتفل لرولان هو زقني على التجربة دي، ونهايتها كانت صراحة خطيرة يعني مش معقولة يعني إنه كسبنا شقة دي، حاجة انبليفبل يعني لذيذة قوي وخطيرة يعني، مش عارفة أعبر بكلمة قد إيه هي خطيرة وإن هي خطيرة يعني. أنا لغاية دلوقتي مش حاسس بأي حاجة، أنا لغاية دلوقتي مش مستوعب يعني، أنا مش مستوعب إنه ده حصل فعلا، إنه إحنا كسبنا شقة يعني. الحمد لله.